بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعتذر مبدئيا على التأخير في المواعيد دي، بس عشان معلش كان عندي مشكلة بس في الصوت. أهلا بيكم في المحاضرة رقمها 11 من محاضرات الدوكيمنت أند انفورميشن مانجمنت. النهارده 20 أغسطس 2022. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المينتيننس اوف كوبيينج اند اكويبمنت. دلوقتي احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاجراءات اللي احنا بنعملها للصيانه في الاكويبمنت اللي احنا بنستعملها كدوكيمنت كنترول. حد فاكر احنا ايه هي الاكويبمنت اللي قلنا ان احنا بتبقى موجوده عندنا في البروجكتس؟ كانوا 10 انواع من الاكويبمنت. حد يفكرنا كده ايه الاجهزه اللي احنا الفوتوكوبير بالظبط، برينتر طبعا، سكانر، بلوتر، سيرفر، نتورك اند انترنت كونكشن بالظبط يا استاذ محمد طه. الدواليب احنا كنا قايلين لها ان فيها ليها مين سيكشن صح، هي كانت الفرنتشر. سوفت وير بالظبط كده، الكيتشن، سبلايرز، ديسكتوب اند لابتوب، دي بتبقى تبع الجزء بتاع الاي تي. الاستيشنري بالظبط كده، الاساس، ستابلر، ستيشنري، الهولدر، اوكي، الموبيلايزيشن. قلنا بالظبط ان كل الحاجات دي الدوكيمنت كنترول بيستلمها في اول المشروع عشان هي بتبقى جزء من عقد الموبيلايزيشن من الكونتراكتور للكونسلتنت او للمالك. كوليبريشن تولز بالظبط كده، تمام. طيب احنا ليه قلنا ان الصيانه بتبقى شيء مهم، او ان انا اعمل صيانه للايكويبمنت اللي انا بستعملها او التولز اللي انا بستعملها ده شيء مهم جدا هيفيدني في خلال فترة المشروع؟ احنا ايه اهمية ان احنا يبقى عندنا تولز بنعملها صيانة؟ reduce delay، استمرارية العمل، عدم تعطل الاعمال، عدم تعطيل العمل، ايه كمان؟ المحافظة على المنتج بالظبط، المحافظة كمان على الكواليتي بتاعت الحاجات اللي انا بستعملها، محافظة على الكواليتي بتاعت البرينتينج، بتاعت البيبر، بتاعت الاوت كم اللي انا بطلعه، الحفاظ على الاجهزة، مينيمايز داون تايم بالظبط كده، وكمان مينيمايز الكوست، الهاي ريزوليوشن بالظبط. علشان انا لو انا بحافظ على استعمال الايكويبمنت دي في وقت معين، فانا هبقى مش هوصل لمرحلة ان انا محتاجة ان انا اجيب لها سبير بارت، او مش محتاجة ان انا اغيرها بالكامل، او ان انا تبقى عندي مشكلة فيه. تمام، طيب اتكلمنا كمان توفير الوقت والجهد بالظبط. اتكلمنا كمان على الستورج اند سكيورتي. احنا كان عندنا كام ايشيو كده اتكلمنا فيهم، ان احنا محتاجين ان احنا نتبع شوية تعليمات علشان نحافظ على السكيورتي بتاعت الفايلز الموجودة عندنا. هتفكر فاير فايتنج بالظبط كده يا استاذ محمد طه، دي اهم حاجة، الباك اب، وجود مراقبة، الفاير فايتنج، سيبريت روم فروم اركايف، برافو، كاميرز، كابينات مغلقة على الحاجات الكونفيدنشال اللي ما ينفعش حد تاني ياخدها، بيرميشن فور اكسس بالظبط كده، وان دايما مش بيبقى متواجد في الغرف دي او في الرومز دي مش متواجد حد غير بس الناس اللي هي ليها علاقة بالشغل، او ان هو بيبقى فيه الناس اللي شغالة في الديبارتمنت دي. كيس فور كابينت، نو وان allowed تو انتر بالظبط كده. اتكلمنا كمان قلنا الليبلز، ان محتاجين ان كل كابينت يبقى لها ليبلز محطوطه عليها علشان تبقى الناس فاهمه ايه الكيز بتاعتها هتتعامل معاها ازاي.
reference number بالظبط كده. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنخلص باذن الله الجزئيه بتاعه الاركايفنج وبتاع الهاندينج اوف، تمام؟ بس احنا عاوزين نعمل تشيك سريع كده على كل التولز. احنا طبعا كنا بدانا في الشابتر ده قلنا ان احنا هناخد كل البروسيجرز الموجوده بتاع الدوكيمنت كنترول من اول ما يبتدوا الشغل بتاعهم لحد اخر ما يعملوا يسلموا الشغل، واخدناها بالترتيب. قلنا اول حاجه التشيكينج دوكيمنتس، قلنا ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا كواليتي تشيك، محتاجين ان يبقى الدوكيمنت كنترول عنده برنسبلز او عنده اساسيات او فاونديشنز للحاجات اللي هو محتاج ان هو ياخد باله منها وهو بيستلم منها الاوراق اللي عنده. قلنا اول حاجه محتاج ان هو يراجع الريفرنسز، السبجكت، الاتاتشمنت، الكونتنت، ايه تاني، الستامبس، السيجنتشرز بتاعت الناس اللي هو بيستلمها. محتاج ان هو يتاكد ان الديت مظبوط، ان النمبرز مظبوطه، ان الريفيجنز دي ليها علاقه بالريفيجنز اللي قبل كده. وقلنا ان اهم حاجه بتبقى المفروض ان الدوكيمنت كنترول بيتعامل فيها ان هو لما يستلم صح ويستلم بطريقه تمام، ما يبقاش عنده مشكله في الاستلام فيضطر ان هو يعمل ويذدرول الدوكيمنتس بتاعته ويرجع يبقى عنده مشكله ان هو يسحب الاستلامات بتاعته. تاني حاجه قلنا تاني تاسك من التاسكس اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول، قلنا ريجستر بتاعه الدوكيمنت، ان كل حاجه هو بيستلمها لازم ان هو يعمل لها ريجستر عشان يبقى سهل عليه ان هو يقدر يعمل لها ريتريف ويقدر ان هو يلاقيها في مكانها ويعرف الستاتس بتاعتها طول الوقت. لان هو لو بطل ان هو يحط الحاجات دي في الريجستر بتاعه هيفقد الكنترول على الدوكيمنتس اللي عنده، ومش هيبقى عارف مين دي امتى ومين عنده ومين مش عنده، وهي بيندنج عند مين ومين اللي المفروض ان هو ياخد الاكشن في الدوكيمنتس. قلنا تاني حاجه الريجستر. تالت حاجه الديستريبيوشن، ان الدوكيمنت كنترول ما ينفعش ان هو ياخد الدوكيمنتس بتاعته ويركنها عنده او ان هي تقعد عنده اكتر من قد ايه. حد فاكر؟ قلنا ان الدوكيمنتس ما تبقاش موجوده عند الدوكيمنت كنترول اكتر من قد ايه، ما يتعملهاش وان وركينج داي بالظبط كده، مش هي مش وان داي، هي وان وركينج داي، لانه لازم ان هو يعمل لها ديستريبيوشن عشان ما ياخدش من الوقت بتاع المراجعه بتاعتها، وعشان هي ما يحصل لهاش مشكله في ان هي ممكن تتنسي، ان هي ممكن تدخل في مكتب تاني، ان هي تروح للمهندس بتاعها بعد 5 6 ايام، فهو ما يبقاش عنده وقت للريفيو. لو هو كمان المهندس عامل بريورتيز للشغل بتاعه ممكن تتاخر شويه في عنده في الشغل. طيب بعد كده قلنا ان احنا بنعمل كنترول على الكمبيوترايزد داتا اللي هو السيرفر او السوفت وير دوكيمنتس او الدوكيمنتس موجوده عنده، السوفت دوكيمنتس موجوده عنده على الاجهزه. وقلنا ان احنا لازم ناخد بالنا ان الرينيم بتاع الفايلز تكون ليها طريقه معينه. اتكلمنا كمان عن الاندكسنج، وقلنا ان مهم جدا ان يبقى عامل الدوكيمنت كنترول اندكس للدوكيمنتس بتاعته من اول المشروع ومديها ريفرنس نمبر علشان لما يجي يرجع لها يبقى عارف ان هو يرجع لها بطريقه كويسه. قلنا كمان ان الاندكسنج ده لازم يكون فلكسبل ولازم يكون مرن علشان الناس تقدر ان هي لو في حاجه قادر ان هو محتاج ان هو يضيفها، او في دوكيمنتس او في حصل احتياج في البروجكت ده ان احنا نضيف نوع فورم معين او نوع دوكيمنتس معينه نقدر ان احنا نضيفها بسهوله. المينتيننس خلاص احنا رجعنا، اتكلمنا بعد كده عن الفايلنج، وقلنا ان الفايلنج حاجه مهمه جدا للدوكيمنت كنترول، وبيبقى محتاج ان هو بعد ما بيخلص كل التاسك بتاعت الانجينيرنج اللي عنده او بتاعت المهندسين اللي عنده بيبقى محتاج ان هو يشيل الدوكيمنتس دي بطريقه منظمه علشان يقدر يعمل لها ريتريفل بعد كده بعد لما يجي يحتاجها، تمام؟ قلنا ده كهارد كوبي، وقلنا ان احنا بيبقى محتاج ان هو يمشي على شويه اجراءات علشان يبقى متاكد ان الفايلنج بتاعه ده في مكان صحيح علشان يقدر يوصل له بسهوله وبسرعه. وبعدين اتكلمنا على الستورج اند سكيورتي. احنا كده خلصنا ده الجزء، دي كانت مراجعه سريعه عن كل البروسيجرز اللي احنا خدناها في الفتره اللي فاتت. النهارده هنتكلم على حاجتين هما يبان ان هما شبه بعض بس هما مختلفين اختلاف كلي. اول حاجه الاركايفنج. يعني ايه اركايفنج؟ حد عنده فكره يعني ايه اركايفنج؟ ستورينج، تمام. طب ما هو الفايلنج برضو ستورينج. فايلنج نسخ من الهارد، ستور دوكيومنتس ان سيوتابل بليس، تمام. هو برضو هو ان حضرتكم كده كلكم برضو بتعرفوا الفايلنج الارشفه دي الترجمه الحرفيه، تمام.
حفظ المستندات للأرشفة طويلة الأمد. بالظبط يا أستاذ محمود رمضان، والانتهاء منها. برافو. أهم نقطة في الأركايف واللي يفرق الأركايف عن الفايلينج، إن الأركايف أنت بتحط معلومات مهمة في مكان أنت مش هتستعمله في الوقت الحالي، تمام؟ أرشفة طويلة الأمد، بالظبط كده. لو بصينا عن التعريف الحرفي للدوكيمنت كنترول هنلاقيه إن هو putting information you no longer use regularly into secure storage for extended period of time. يعني أنا بحتفظ بمعلومات أو ببيانات موجودة عندي لفترة طويلة بس أنا مش هستعملها في الوقت الحالي، بس أنا موجودة عندي بتفضل محفوظة عندي لفترة من الوقت. الفترة اللي من الوقت دي بيحددها عندي الكواليتي، بتحددها عندي الريجوليشنز اللي أنا ببقى حاططها، ببقى عارفة إن أنا عارفة إن الدوكيومنتس دي بعد قد إيه أنا هبتدي إن أنا أتخلص منها، تمام؟ كده الفرق ما بين الفايلينج والاركايفنج، ان انا الفايلنج بستعمله خلال فترة المشروع، خلال ما انا شغالة في البروجكت، تمام؟ بس الاركايف ببقى انا خلاص قربت اخلص البروجكت، ففي دوكيمنتس عندي انا مش محتاجاها دلوقتي. يعني انا ممكن اكون شغالة في فترة الاسبلت مثلا وعندي الجزء بتاع الماتيريالز او اعتمادات الماتيريالز انا مش محتاجة الدوكيمنت دي، تمام؟ فبالتالي انا بقوم نقله الدوكيومنتس اللي عندي عشان افضلها مكان، لان انا المفروض ان انا لو انا عندي شوب دروينج مثلا، لو انا بتكلم ان انا هيبقى عندي 5000 لوحه مثلا او 2000 لوحه في الشوب دروينج، فانا لازم هيجي لي قدهم بالظبط ازبل، فانا لازم يكون عندي مكان ان انا اقدر ان انا احط فيه الدوكيومنتس دي واقدر ان انا احافظ عليها بطريقه كويسه واقدر اراجعها واقدر ان انا اوصل للمعلومه اللي انا محتاجاها منها، تمام؟ كان عندنا المحاضرة اللي فاتت عندنا ناس بتشتكي كتير جدا ان احنا ما عندناش اماكن في البروجكتس بتاعتنا ان احنا نقدر ان احنا نحتفظ بكل كمية المعلومات دي والبيانات دي في البروجكت. فكان دايما بنواجه مشكلة احنا كدوكيمنت كنترولرز في اخر المشروع ان احنا ما بيبقاش عندنا اماكن ان احنا نعمل فيها فايلنج. فبالتالي مهم جدا ان خلال فترة المشروع الدوكيمنتس اللي انا انتهيت منها ان انا ابتدي انقلها على سيكيور بليس ان انا اقدر ان انا اتعامل فيها من مكان بعيد، لو احتجت لها هقدر ان انا اجيبها من هنا، تمام؟ وضحت كده النقطة دي؟ تمام؟ طيب نيجي بعد كده. طيب احنا كام طريقة عندنا ازاي احنا بنقدر ان احنا نعمل archive للدوكيومنتس؟ القواعد الحاكمة لعملية التخلص من بعض الملفات الهارد دي بتحكمها الكود اللي بيحكمك فيها، بيحكمك الفيدك، ان انت ممكن في ناس بتقول ان انت لازم تفضل الدوكيومنتس موجودة عندك هارد كوبي لمدة 10 سنين بعد البيريد اوف لايبيليتي. تمام؟ ان احنا المفروض ان احنا نحتفظ بيها بوقت من البروجكت عندنا. بعد ما يخلص البروجكت في ناس بتقول ان هي بتفضل موجوده لمده 10 سنين، في ناس بتقول ان المشاريع مثلا زي المشاريع الحكوميه بتفضل موجوده فتره اكبر، فده بيبقى على حسب الكونتراكت اللي ما بينك وما بين الاونر بيقول ان انت المفروض تحتفظ بالدوكيومنتس دي لحد امتى، وبيقول كمان ان انت بيبقى في دايما قواعد حكمك من الكواليتي بتقول ان هيحصل للدوكيومنتس دي destroy او هيحصل لها shredding بعد فتره قد ايه، تمام؟ فدايما اللي بيحكمنا في القصه دي الكواليتي والعقد والريجوليشن بتاعه الفيلد اللي انا شغاله فيه، تمام؟ هل يكتفي بنسخه الاسكان؟ ممكن نكتفي بنسخه الاسكان للتبادل، بس لو دخلنا لو قدر الله دخل المشروع في مشكله او حصلت مشكله في البروجكت في فترة بتاعت العشر سنين دي دايما بيرجعوا للهارد كوبي، لان الهارد كوبي بيبقى دايما هو اللي عليه كل التفاصيل. كمان في مشكلة تانية، لو لا قدر الله المشروع دخل في تحكيم لا يعتد بالنسخ اللي هي الاسكان، دايما بيعتد بالنسخ الاصلية او الهارد كوبي او اللي عليها الامضاءات، تمام؟ فدايما ما بيعتدش بالنسخ الاسكان لو فيها مشكلة، اوكي؟ طيب ندخل بقى تاني في المرحلة بتاعت انا ازاي بقدر ان انا اعمل اركايف. حد عنده فكرة احنا بنعمل اركايف ازاي؟ او حد جرب قبل كده ان هو كان عنده اركايف لمشروع هو اوريدي شغال فيه؟ ايه هي الطرق اللي احنا بنقدر نعمل بيها اركايف للدوكيومنتس؟
type of documents حسب التصنيف. لا انا ما اقصدش احنا ازاي بنعمل archive in details، ال process نفسها بتتعمل ازاي، هل انا بعملها ولا هل department انا بعملها كdocument control شغال في البروجكت، ولا هل في department تانية هي اللي بتعمل القصة دي، ولا هل في شركة تانية هي اللي بتعمل القصة دي. الدوكيمنت كنترول بتاع المشروع هو اللي بيعمل كده، يعني انا كدوكيمنت كنترول بعمل اركايف للبروسيس عندي، الورق بقى بوديه فين؟ انا خلاص عملت اركايف وبعته، ببعته فين بالظبط كده؟ استاذ محمد سليم يقول ان هي من طرف الشركه او من شركه الارشيف، بالظبط كده. احنا بيبقى عندنا كدوكيمنت كنترول انا شغال في الهيد اوف، انا شغال في السايت مش في الهيد اوفيس، فانا كل وظيفتي ان انا احط الفايلز بتاعتي او احط الدوكيمنتس بتاعتي في بوكسز عليها ليبلز بالحاجات اللي هي جوه البوكسز دي، وابعته للشركه بتاعتي او لشركه تانية مسؤوله عن الاركايف. فعندي هنا طريقتين، اما ان انا عندي ديبارتمنت للاركايف خاصه بس للاركايف، كل شغله ان هو بيستلم من البروجكتس اللي بره الدوكيمنتس دي وبيبتدي ان هو يراجعها وبيبتدي ان هو يحطها بطريقه عنده منظمه في الديبارتمنت عنده او في مكان عنده امن، بحيث ان لو حد من المشروع احتاج حاجه من الورق ده يقدر ان هو يجيبها له بسهوله. او الطريقه الثانيه ان دلوقتي بقى في شركات هي وظيفتها ان هي تعمل اركايف للدوكيمنتس بتاعه الشركات الثانيه، يبقى عندها اماكن كتيره بتاجر ستور كبير عشان تحط فيه كل الدوكيومنتس دي، وبتبقى هي مسؤوله ان هي تعمل اندكسنج لكل ورقه موجوده وبتعمل مراجعه لكل حاجه وبتديك كده ليست بكل دوكيومنتس انت سلمتها لهم، بحيث ان انت لما تحتاج الدوكيومنتس معينه تسيرش في الليست دي وتقول له انا محتاج الدوكيومنت الفلانيه او البوكس الفلاني. ساعتها هو هيبقى عارف الدوكيومنتس اللي انت طالبها دي بتبقى موجوده فين، في انهي بوكس، فأنهي فايل، وبيطلعها لك يبعتها لحضرتك لحد ما تخلص منها المعلومة اللي انت محتاجها، بعد كده تبتدي مشكورة ترجعها له تاني علشان يبتدي يحطها تاني في مكان. تمام؟ ده بيبقى على حسب الشركة السكيل بتاعها عامل ازاي. هل هي شركة كبيرة وعندها الديبارتمنت دي، فهي موفرة ان هي تجيب شركة تانية تعمل لها القصة دي، ولا هل هي شركة لا هي مش حابة ان هي تخلي الديبارتمنت دي جوه عندها، فبتضطر ان هي تلجأ لاوت سورس كومباني هي اللي تعمل الشغلانة دي. كده كده في الاخر الدوكيمنت كنترول بتاع السايت مسؤوليته في كده الحالتين، اذا كان كده هيشتغل مع شركة او هيشتغل مع ديبارتمنت، فهو الاوتبوت بتاعه هو واحد، هيطلع من عنده كراتين للدوكيمنتس الموجودة عنده، معمول لها سورتنج مظبوط صح، معمول لها فايلنج صح، محطوطه كلها كل الاسامي بتاعه الفايلز. يعني لو انا مثلا ببعت الريكوست فور انفورميشن، فانا ببعت كل الريكوست فور انفورميشن عندي مرتبه كل الديسيبلين لوحده، مرتبه بالارقام، مرتبه بالريفيجنز، وكل فايل مكتوب عليه المشروع، رقم المشروع، ومكتوب عليه اسم الفايل، ومكتوب بادئ من فين وبينتهي من فين، مكتوب عليه رقم الفايل ده رقمه كام بالنسبه لبقيه الفايلات الثانيه. تمام؟ وبعدين بعمل ليست للبوكس ده، بقول ان كام فايل موجود في البوكس ده، بكتب تفاصيل كل فايل موجوده فيه، كل الحاجات الموجوده على الليبل بتاعه الفايل تبقى موجوده على البوكس من بره، بحيث ان انت بتسهل للراجل الاركايف اللي رايح له، بتسهل عليه ان هو لما هيفتح الكرتونه هيلاقي فيها ايه. تمام؟ طبعا مسؤوليه الشركات او مسؤوليه الديبارتمنت ان هي تاخد كل الدوكيومنتس دي تعمل لها سكان بطريقه هي خاصه بيها، تعمل لها باركود عشان تقدر توصل لها بسهوله، تعمل كل الشغلانه دي، وفي الاخر كل اللي انت بيبقى يخصك في الدوكيومنتس دي ليست كده عباره عن شيت اكسل عشان تقدر ان انت تسيرش فيها على الحاجه اللي انت عاوزها، تبعت لهم مثلا الفايلز اللي انت عاوزها هو بيجيب كده. تمام؟ طيب احنا ليه بنعمل الاركايف ده؟ او ليه بالنسبه لنا الاركايفنج دي بروسيس مهمه جدا في المشروع؟ claims. تمام. long time reference بالظبط كده، لسهولة الوصول إليها بعد المشروع، كل معلومات المشروع، الهاند اوفر، للرجوع. أيوه بالظبط كده أستاذ محمد إسماعيل قال لنا للرجوع إليها وقت النزاع. أهم حاجة في الدوكيومنتس دي إن أنت لا قدر الله لو مشروعك دخل في تحكيم، يبقى أنت محتاج إن أنت هيدخل الورق بتاعك ده
كل ورقة هيبقى لها قيمة إن هي تثبت حقك في المكان أو تثبت حقك في المشروع، لأن من غير الدوكيمنتس دي ما تكون مهمة جدا، من غير الدوكيمنتس دي أنت مش هتعرف تحصل على أي حاجة. فمهم جدا إن يبقى موجود عندك الدوكيمنتس دي علشان تقدر توصل لها بسهولة. كمان الصيانة والتشغيل كاتالوجات والمانيوال، حضرتك كده بتتكلم عن نقطة تانية احنا لسه هندخل فيها بس مش في الأركايف، لأن في الأركايف أنت بتدخل في الجزء بتاع إن أنت بتشيل الدوكيمنتس اللي أنت مش هيحصل لها هاند أوفر فبتعمل لها أركايف. تمام؟ طيب هنا بنتكلم عن إيه؟ هنا أول حاجة بيقول لك الشفافية، إن أنت مهم جدا إن يبقى عندك الدوكيمنتس بتاعتك علشان لو أنت احتجت الدوكيمنت دي تكون بطريقة صحيحة وتكون واضحة لكل الناس الموجودة حواليك وتكون واضحة لكل الناس اللي شغالة معاك. فبالتالي في وقت الأركايف ده هتلاقي نفسك إن الدوكيمنتس أو المعلومات اللي موجودة عندك متاحة لكل الناس الموجودة في البروجكت. تمام؟ حاجة تانية build trust، إن هي الناس تبقى عارفة إن هي تثق في الشركة دي، الشركة دي قفلت شغلها كويس جدا، إن الدوكيمنت كنترول ده قدر إن هو يقفل البروجكت ده كويس جدا وقدر إن هو يعمل أركايف للدوكيمنتس اللي عنده بطريقة صحيحة، فبالتالي إن هم قادرين إن هم يعتمدوا عليه في أي بروجكت تاني. تالت حاجة الريفرنسز، زي ما أستاذ محمد إسماعيل بيقول الاستفادة منها في مشاريع أخرى، إن هي بتبقى الدوكيمنتس بتاعتك دي بتبقى ريفرنس لبروجكتس تانية لسه جاية في المستقبل، لأن أكيد هم طبعا لو أنا عملت تشيك ليست أو إن أنا عملت إندكس مثلا للبروجكت بتاعي ده، لما أجي أبتدي بروجكت تاني أو لما شركتي تيجي تدخل بروجكت تاني مشابه لي أو في نفس الفيلد، فبالتالي مش مضطرة إن هي تبتدي كل حاجة فروم سكراتش، لا هي ممكن تكمل على ده. لو انا عندي عقد مثلا فانا ممكن اخد العقد ده واغير فيه التفاصيل الجديده بتاعت الاونر الجديد او بتاعت الكونسلتنت الجديد واشتغل عليه. لو انا عندي طريقه اركايفنج او طريقه فايلنج معينه انا هكمل على ده. لو انا عندي ريكوست فور انفورميشنز كتيره انا ممكن اقراها فتنفعني في البروجكتس الثانيه، ان انا ما ارجعش اسال تاني في الديزاين ده او اسال تاني في نفس المعلومات اللي انا كنت بسال عليها في البروجكت ده، فهتوفر علينا وقت كتير جدا. حاجه كمان managing your project list، هقدر ان انا اظبط البروجكت بتاعتي او اقول ان انا البروجكت بتاعتي ده في انهي مرحله. هل انا دلوقتي دخلت في مرحله الاركايف فانا عندي documents دلوقتي دخلت في الجزء بتاع الاركايف وانا عندي running project تانيه، ولا عندي project داخله في مرحله الهاندينج اوفر؟ فاقدر اعمل البروجكت ليست بتاعتي بطريقه كويسه علشان الناس تقدر تبقى عارفه في الشركة عندي أنا دلوقتي شغال في أنهي مرحلة. فده برضو بقدر إن أنا أعمله وأنا بعمل الهاندينج وأنا بعمل سوري الأركايفنج. حاجة تانية تيلز ستوري، المواقف اللي إحنا بنقابلها في البروجكت بتاعتنا بتتكرر في كل بروجكت أو في كل فيلد. يعني بتلاقي مثلا أنت عندك مشكلة مثلا مع الأونر في حاجة معينة، وارد إن المشكلة دي تقابلك مع أونر تاني لو تكرر نفس الموقف. فبالتالي ده بيخلي ان انت عندك ستوريز دايما بتقيس عليها، بتبقى عارف ان الدوكيمنت بتاعتي دي لو انا دخلت في نفس الايشو دي او في نفس السيتويشن ده يبقى انا هتصرفي هيبقى بالطريقه الفلانيه. فبالتالي الهيستوري بتاعك ده بيبقى مهم جدا ان الناس لما تيجي تتكلم عنه او لما تيجي تدخل في مشاكل تانية او في نفس السيتويشنز التانية تلاقي ان انت حصل ده قبل كده او الستوري دي مثبته في اركايف دوكيمنتس موجوده في بروجكت قبل كده. تمام؟ وبعد كده قلنا ان كل بروجكت عندنا ليه بدايه وليه فتره تشغيل وليه بعد كده النهايه اللي هي بتحصل فيها التسليم والهاندينج اوفر والكلام ده. تمام؟ طيب انا كدوكيمنت كنترول او انا كدوكيمنت كنترولر يبقى عندي شويه بروسيجرز بقدر ان انا اتعامل فيها. فيا ترى ايه هي الاجراءات اللي انا كدوكيمنت كنترول مثلا بتبعها وانا بعمل الاركايف؟ اول حاجه قبل ما المشروع بتاعي بينتهي بعمل كونتاكت مع البي ام بتاع المشروع بتاعي، بيعمل كونتاكت مع الشركه اللي هتعمل الاركايف بروسس دي او مع الشركه بتاعتي لو انا عندي الديبارتمنت ده. تمام؟ هعمل كونتاكت عشان اعرف ايه الطريقه اللي هم هيستلموا بيها الدوكيمنتس بتاعتي، الوقت اللي هم هيستلموا فيه الدوكيمنتس بتاعتي دي. طيب مين اللي هيسلم؟ هل انا هبعت الدوكيمنتس دي بعربيات من عندي انا في البروجكت ولا الهيد اوفيس هيبعت لي هو يستلم الحاجات من عندي من المكان من السايت بتاعي؟
يعني مكان التسليم برضو لازم نكون متفقين عليه، تمام؟ بنبقى متفقين على كل التفاصيل. حضرتك انا هبعت لك 50 كرتونه مثلا، او انت ايه العدد الكريتيريا المسموحه ليا ان انا ابعت لك من كام لكام. انا مثلا الديبارتمنت بتاعتي لما كنت بشتغل معايا كان بيقول لي مثلا انا الريفيوينج روم اللي انا بعمل فيها الريفيو على الدوكيومنتس بتاعتي ما بتاخدش اكتر من 50 كرتونه، فلو سمحتي لما تيجي تبعتي لي ابعتي لي من 1 لحد 50، ما تبعتليش اكتر من 50 علشان الكرو اللي شغال معايا على التاسك دي والمكان ما مش بيسع اكتر من 50. فانا كنت دايما ببعت له مثلا 50 49، ما بعديش، مش باكستند الكلام ده. حاجه تانية كمان، العربيات اللي هو كان بيبعتها لي ما كانتش بتاخد حجم اكتر من كده، فبالتالي انا ما كان عشان ما يحصلش عندي مشكله ويضطر ان هو يشيل شويه بوكسز بره الروم بتاعته او بره المكتب بتاعه، فبالتالي انا لازم ابعت له في نفس الوقت او الكريتيريا اللي هو اداني. فده اول حاجه مهم جدا ان احنا نكون متفقين على كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. تاني حاجه، لازم نبتدي العمليه دي ونقول ان احنا مين اللي هيمضي على الدوكيومنتس دي. طب انا بعت لك 50، مين اللي هيمضي؟ انا هبعت لك من عندي، وهيمضي من عندي مدير المشروع. طب انت مين عندك هيستلم الدوكيومنتس دي؟ طب هيستلمها هيراجعها في قد ايه وهيديني الفيدباك لو في حصل اي مثلا من الدوكيومنتس دي؟ وارد احنا بما اننا احنا بنتعامل في دوكيومنتس كتير طول الوقت، فوارد وانت بتعمل فايلنج يكون مثلا عدى عليك ريفيجن مش موجود، انت كاتب في الاندكس مثلا ان هو موجود هنا مثلا من 1 لـ50 وانت عندك 49 او 48 مسج. فبالتالي هو بيراجع الدوكيومنتس دي، مهم جدا ان هو يبقى عارف ان في عندك حاجه مسج عشان ما ترجعش بعد كده تسال عليها بعد ما المشروع يخلص، او لما الاركايفنج دوكيومنتس تبقى موجوده عنده في حوزته هو فترجع تسال عليها يقول لك لا هي مش موجوده. طب هي ضاعت من مين؟ ايه اللي يثبت ده؟ لازم يدي لك فتره من الزمن يقول لك انا هراجع دول في فتره معينه وهرد عليك بعد كده ان دول تمام وخلاص تمام، وادي الليست بتاعتهم وادي اماكن، تمام؟ بعد كده الدي سي سي مهم جدا ان هو يرتب النسيسري كوبيز. يعني انا عندي حاجات بقول ان انا مثلا محتاجه منها كوبي تفضل عندي في البروجكت او في السايت، محتاجه ان انا ابعت كل الاوريجينالز عندي هناك عشان لا قدر الله لو حصل اي مشكله عندي في السايت ما يحصلش حاجه للفايلز اللي عندي، فيبقى انا عندي بعت كوبي وسبت كوبي، او ان انا عملت اركايف لكل الكوبيز. كل التاسك دي هو اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول، تمام؟ لازم الدوكيمنت كنترول كمان يحط الفايلز بتاعته والدوكيمنتس بتاعته في بوكسز كويسه مش مقطعه مش محصل لها حاجه، لازم تكون حاجات جديده محطوط عليها ليبل من بره، محطوط على الفايلز نفسها ليبل، واخده ارقام معروف ان هو البوكس ده من 1 لحد كام، وبعد كده الباكج دي انت بعتها له كام بوكس، وبعدين البوكسز بتاعت المرحله الثانيه هتبقى من كام لكام، علشان تبقى انت ماشي البروجكت بتاعك كله بسيريال نمبر واحد. يعني انت بيبقى مدي لك مثلا انت هتبتدي البروجكت نمبر بتاعك كذا، هتبتدي مثلا من يوم من رقم 1 مثلا، من 1 مثلا على 1000 لو انت البروجكت بتاعك السكيل بتاعه كبير، تمام؟ فانت كل البوكس هتبعت له ده 1 على 1000، 2 على 1000، 3 على 1000، بحيث ان انت لو وصلت لفتره المرحله بتاعتك خلاص 50 يبقى انت عارف ان انت بعت المره دي 50، هتبتدي المره الجايه من 51 عشان تبقى عارف ان كل حاجه عندك مترتبه. بعدين كل بوكس قلنا ان هو لازم يكون عليه رقم، لازم يكون محطوط له اندكس بالحاجات اللي جواه علشان ما تحصلش عندك مشكله، عشان ما تبقاش متلخبط ان البوكس ده ممكن يكون فيه فايلز وهي مش موجوده فيه، فمهم جدا انت تعمل اندكس للكلام ده. انا شخصيا بعمل اندكس بلزقه على الكرتونه من بره، وبعمل اندكس تاني بحطه على اول الفايلز من فوق، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه للورقه اللي بره، اتقطعت من الشيل، وقعت، جه عليها ميه، جه عليها اي حاجه، يلاقي ورقه تانيه او يلاقي دوكيمنت تانيه سكيو نظيفة موجودة تمام، يقدر ان هو يراجع عليها، موجودة عنده في البوكس من جوه، اول ما يفتحه هيلاقيها جوه. كمان بديله ليست بالبوكسز اللي رايحة معي، يعني زي مثلا انا بعت 50 كرتونة معلقة ورقة من الورق ده، او لازقة اندكس من كل بوكس على البوكس من بره، وحتى ورقة اضافية جوه البوكس، ببعت له اندكس تاني كده مطبوع من كل 50 اندكس اللي موجودين على الكراتين في ايده، بحيث ان هو يقدر ان هو يراجع عليهم مانيوال، عشان ايه؟ اسهل عليه العمليه دي، ما تبقاش بالنسبه لي عمليه معقده، تمام؟ هل احنا كده عندنا سؤال لحد الجزئيه دي؟
هل كل النماذج تعامل معاملة واحدة أم هناك فرق بين مثلا طلبات الفحص والأزبلت؟ طيب لا طبعا مش كل النماذج هتتعامل معاملة واحدة، في نماذج بيتعمل لها أركايفنج إحنا ما بنحتاجهاش في الهاندينج أوفر، وفي نماذج بنحتاج إن إحنا نعمل لها هاندينج أوفر وهي دي اللي إحنا بنسلمها للكلاينتس اللي عندنا أو بنسلمها للأونر بتاع البروجكت. تمام؟ لحد كده إحنا بنتكلم في الأركايف. الأركايف بيحصل في إيه؟ في ريكوست فور انفورميشن، في أي آر، في ام أي آر، في الكلام ده كله اللي بعد كده الأونر مش هيحتاج الكلام ده كله في مرحلة الأوبريشن. انما اي حاجه بيحتاجها المقاول او سوري الكلاينت في مرحله الاوبريشن بتبقى مسؤوليه ان احنا نجهزها ونعمل لها هاندنج اوفر للكلاينت. تمام؟ دلوقتي يحضرنا سؤال، ايه الفرق ما بين الهاندنج اوفر، احنا كده الاول اتكلمنا قلنا ما بين ايه الفرق ما بين الاركايف والفايلنج. تمام؟ دلوقتي ايه الفرق ما بين الهاندنج اوفر والاركايف؟ احنا ممكن ناخد بريك 10 دقايق كده ونرجع على الساعة 9 بإذن الله نناقش الجزئية دي وبعدين ندخل في مرحلة الهاند اوفر. تمام، احنا كنا قبل البريك كنا بنتكلم عن الاركايفنج وقلنا ايه الفرق ما بينه وما بين الفايلنج. تمام، دلوقتي ممكن ملخص سريع. حاضر، احنا كنا اول حاجة راجعنا كل البروسيجرز اللي احنا خدناها في الفترة اللي فاتت لحد ما وصلنا لمرحلة الأركايفينج. تمام؟ الأركايفينج قلنا إن هي نقل الدوكيومنتس من السايت للهيد أوفيس أو لشركة مسؤولة أو خاصة بالدوكيومنتس بتاعة الأركايفينج. معلش ثانية واحدة بس خليكم معايا. معلش بس عشان عندي النهاردة مشكلة في الصوت فعندي كل شوية بتفصل. طيب فكنا بنقول ان الاركايفنج هي البروسيس اللي بتحصل اللي الدوكيمنت كنترول بينقل فيها الدوكيمنتس من عنده من السايت لمرحله التسليم ان هو بيسلمها للهيد اوفيس علشان ديبارتمنت تانية تبقى مسؤوله عن الدوكيمنتس دي لو احتاج منها حاجه بعد فتره معينه 10 سنين او 20 سنه او whatever هم متفقين على ايه على حسب الكود بتاع البروجكت ده او حسب المنطقه دي بتحتفظ بالدوكيمنتس بتاعتها قد ايه حسب الكواليتي قالت لهم ايه. تمام، فبتفضل الدوكيومنتس دي موجوده في عهده الديبارتمنت ده او في الشركه دي لحد ما هم يتموا ان هو يتخلصوا من الدوكيومنتس دي تماما ويتبقى منها الجزء اللي هو معمول منه سكان بس، هو ده بس الجزء اللي هم بيبتدوا يتعاملوا بيه. تمام، كنا بنتكلم بنقول قبل البريك كنا بنقول هو ايه الفرق، احنا قلنا الفرق ما بين الفايلنج والاركايفنج والهاندنج اوفر. تمام، في ناس هنا كانت بتجاوب معانا، نرجع لهم بس هنا نشوف. كان عندنا هنا أستاذ محمد بيقول الهاند أوفر للفواتير والدفعات، هو الهاند أوفر بيحصل لدوكيومنتس متفق عليها في العقد علشان تتسلم للأونر. تمام، بيحتاجوها في مرحلة الأوبريشن. الهاند أوفر مرحلة تسليم رسمية سواء كان للمالك أو للهيد أوفيس. أركايف مرحلة ما قبل الهاند أوفر، تخديم الملفات السوفت وير والهارد كوبي للحفظ طويل الأمد. تمام، طيب handing over for the client requirement as contractual. بالظبط كده، الهاندنج اوفر هي documents بتبقى للكلاينت زي ما احنا بنقول الاركايفنج للهيد اوفيس والهاندنج اوفر للكلاينت. بالظبط كده، الهاند اوفر between client and project manager. بالظبط كده. تمام، نيجي بقى دلوقتي نشوف ايه هو تعريف الهاندنج اوفر. بيقول لك ان هي لايف سايكل، بيقول لك is the point in the project management life cycle when the complete task completed tasks are being transferred to the deliverable owner. لو انا لما بخلص الفتره بتاعت المشروع بتاعتي ببتدي ان انا انقل التاسك بتاعتي خلاص انتهت، ببتدي ان انا transfer ال deliverable بتاعتي للاونر اللي هو هيشتغل معايا. بشكل تاني بيبقى عندنا basically ان هو البروجكت بيروح من البروجكت مانجر للاوبريشن مانجر، هو خلص مرحله اللي هي التسليم او مرحله الانشاء، بيبتدي بعد كده تبقى في مرحلة التجهيز. تمام؟ مرحلة التجهيز بنحتاج شوية حاجات أو شوية معلومات أو documents تبقى موجودة عندنا من مرحلة الإنشاء. تمام؟ طيب إيه هي documents اللي لما بشوفها بقول إن أنا فعلا بدأت في مرحلة الهاندينج أوفر؟
handing over contains insurance certificate keys. تمام. في documents بيطلعها الناس بتاع الكونتراكت administrator بتوع ال QS. اول ما بشوف الدوكيومنتس دي بقول ان احنا خلاص بدأنا ان احنا في مرحلة الهاند اوفر. التي او سي بالظبط كده، دي اول، دي واحدة منهم. ايه كمان؟ الاسبلت. الاسبلت دي بتبقى مرحلة متقدمة جدا من الهاند اوفر. سناج ليست، كاتالوجز، تيست اند كوميشننج. ايه كمان؟ فاينل كيو اس، فاينل انفويس بالظبط كده، كتيبات التشغيل. كتيبات التشغيل كلها بتبقى مع ال مع الاو اند ام والوارنتي والكلام ده. الفواتير النهائيه بالظبط كده. تمام. سبير بارت، سبير بارت برضو بتبقى جزء من ال جزء من الاو اند ام او من الدوكيومنتس اللي بتتسلم. اول حاجه عندنا اول ما بنشوفها بنبقى متاكدين ان احنا خلاص كده بدانا في مرحله الهاندينج اوفر، ابلكيشن فور تيكينج اوفر سيرتيفيكت اللي احنا بنسميها تي او سي. تمام. حاجه تانية اسمها حاجه اسمها ستيتمنت اوف كومبليشن، دي بتبقى سيرتيفيكت زي البيمنت كده بتتبعت بتقول ان هي كل المصاريف خلاص النهائيه اللي المفروض هيسلمها الكونتراكتور محتاج ان هو يبتدي في مرحله الهاندينج اوفر. حاجة تانية اسمها Application for Defect Liability Certificate، الفترة أو اللي هي الابليكيشن أو الفورم السيرتيفيكت اللي بتقول لنا إن إمتى مرحلة إصلاح العيوب الموجودة في المشروع بتاعنا هتبقى الفترة دي. هل هي فترة سنة اللي بيسموها فترة الصيانة، دي فترة إصلاح العيوب اللي بيخلص فيها السناج ليست، اللي بيخلص فيها كل المشاكل اللي حصلت في البروجكت اللي بيبتدي فيها التشغيل، فممكن السوفت التشغيل ده بيبتدي ان هو يتصهر منه مشاكل، فلازم يكون موجود حد من الانجينيرنج يبقوا بيقدروا ان هم يحلوا المشاكل دي. بعد كده issue of draft final statement، بعد كده written discharge اللي هو المفروض ان هو اللي هو بيبتدي بقى ان هو يخلي مسؤوليته ويسيب المسؤولية على مين؟ على الاوبريشن. وبعد كده اخر حاجة بنبتدي ان احنا نطلعها عشان يخلي مسؤولية الكونتراكتور من السايد، اللي هي بتبقى final statement and written discharge اللي هي الفورم بتاعت إخلاء المسؤولية تماما، ان هو بياخد كل مستحقاته وكل مستحقاته المادية علشان يبتدي ان هو يخلي الموقع. تمام. طيب الستيج بتاعت الهاند اوفر عندنا ثلاث مراحل في الهاند اوفر، قبل مرحلة الهاند اوفر، خلال المرحلة نفسها، وبعد الهاند اوفر. طيب تفتكروا احنا من خلال الاجراءات او من خلال الاجراءات اللي احنا تعلمناها في الايزو ايه اللي ممكن يبقى موجود في مرحلة اللي هي ما قبل الهاند اوفر؟ الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها او اللي هي ما قبل التسليم. سناج ليست، تمام، فايناليز اول سي اي ار لوكس، تمام، كومنتس از بيلت بلان بالظبط كده استاذ ايهاب قالها، بلان فور هاندينج اوفر. البلان اهم من اي حاجه تانية. كده كل اللي انتوا بتتكلموا فيه دي تفاصيل حاجات احنا بنستلمها او بنسلمها، تمام، بس قبل المرحله دي ان احنا نبتدي تو بلان هاو تو دو ات، ده اهم حاجه، اهم من ان احنا نبتدي في البروسيس على طول. تمام. فدلوقتي في المرحله اللي احنا بنسميها بري هاند اوفر، اول حاجه ديزاين ذا ترانزيشن بلان. اول حاجه تصميم خطه انتقاليه، خطه الانتقال بتاعت الدوكيومنتس. هل انا هسلم كل الدوكيومنتس بتاعتي مره واحده، ولا انا هبتدي بالاسبلت الاول، ولا هبتدي بالاوب اند ام الاول، ولا هبتدي بايه؟ لازم احط خطه تكون اعرف ان انا اقدر انفذها. تمام. فلازم خطه التسليم لازم اقسمها لأجزاء صغيرة علشان أبتدي إن أنا أسلمها بطريقة مظبوطة. زي ما أنا بدأت أعمل المشروع بتاعي أول، زي ما كنا بنقول break down structure عشان أقدر إن أنا أسلم البروجكت بتاعي، أو إن أنا أقدر إن أنا أتعامل في البروجكت بتاعي بفيزز صغيرة علشان أقدر إن أنا أشتغل فيه. فدلوقتي برضو في مرحلة التسليم نفس البوينت، نفس الكونسبت، برضو هبتدي إن أنا أفتت التاسك كاملة دي لخطوات صغيرة علشان أبتدي إن أنا أكمل. تاني حاجة
clarify everyone rules. اللي احنا قلناه في الايزو او اللي احنا اتعلمناه من الايزو ان طالما الشغلانه دي ما لهاش صاحب يبقى مفيش حد هيعملها. لازم اعرف كل شخص ايه هي الرول بتاعته في البروسيس دي دلوقتي. لازم يبقى عارف ان الرول بتاعته دي هيعمل فيها ايه، هو هيجهز الاسبلت، لازم يبقى عارف هيجهز الاسبلت ازاي، لازم يبقى عنده جوب ديسكريبشن واضحه جدا علشان تقدر ان انت تاخد منه الشغل، عشان ساعه ما في جزء من التاسك بتاعته دي ما اتعملتش تقدر ان انت تحاسبه عليه. تالت حاجه تحديد موعد نهائي للتسليم. ما بقاش انا سايبها كده ان هو وقت ما اخلص كمان 3 شهور، لا، انت تقول ان انا هخلص المشروع ده، هخلص الهاندنج اوفر بتاعي في وقت كذا في الميعاد الفلاني، علشان تبتدي ان انت تحاسب الناس اللي موجوده عليه، يبقى الناس واخده الموضوع على محمل الجديه. رابع حاجه ان انا بعمل خطه اتصال. زي ما قلنا في الايزو ان احنا محتاجين ان احنا نعمل شانلز علشان تبقى عارف تكلم مين امتى لما تحتاج ايه ازاي. فاكرين النقطه دي؟ كنا بنقول في الكوميونيكيشن ان انت بتبقى محتاج ان انت تبقى عارف بوضوح لما تحتاج معلومه معينه تقدر ان انت تعملها. مين اللي بيقدم البلان؟ البلان دي ما بتتقدمش، البلان دي حضرتك بتعملها لنفسك علشان تقدر ان انت تكنترول البروسيس دي من اولها لاخرها. تمام؟ بعد كده اخر خطوه الموافقه على المخرجات. بتبقى واخد بعد كده حاجه زي ديمو علشان تبتدوا تتفقوا ان في الاخر الريزلت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. تمام؟ علشان انت وانت بتتعامل تبقى عارف ان شكل الدوكيومنتس اللي انت هتطلعها او الديليفربلز بتاعت المرحله دي شكلها ايه، عشان ما تتفاجئش في الاخر ان اللي انت هتعمله حاجه تانية غير الخطه. طيب دي اول حاجه مرحله البري هاند اوفر. طيب مرحله الهاند اوفر نفسها هنعمل فيها ايه؟ اول حاجه عقد اجتماع للتسليم. اول حاجه بعمل ميتنج علشان اقول ان انا هبتدي مرحله التسليم، وابتدي ان انا افهم الناس كل واحد هيعمل القصه دي ازاي، وايه وان القصه دي هتشتغل. احط البلان بتاعتي، احط التايم بتاعي، تايم سكادول بتاعي، وابتدي ان انا اجمع كل الناس علشان اتفق على البروجكت ده. تمام؟ تاني حاجه بتعمل جلسات تبادل المعرفه من وقت للتاني كده، بتعمل ميتنج علشان تبتدي تعرف الناس وصلت لحد فين، كل واحد ماشي على البلان ولا لا، كل واحد قدر ان هو يخلص التاسك بتاعته وبدا في المرحله اللي بعدها، ولا في ناس عطلانه مش عارفه توصل للبوينت اللي بعدها ازاي. تالت حاجه نقل الملكيه، ان انت بتبتدي تنقل الملكيه بتاعتك من البروجكت او من السايد ده من الكونتراكتور للاوبريشن مانجر، علشان يبتدي هو يبتدي بالتشغيل بتاعه، ويبتدي ياخد كل اجراءاته، ويبتدي ياخد التاسك بتاعته، ويبتدي التاسك بتاعته ان هو يعملها. رابع حاجه ان انت لازم تعمل فحص جوده على الاوتكم بتاعك، او تعمل فحص جوده على الديليفربل بتاعك علشان تتاكد ان هو فعلا هو ده اللي مطابق للمواصفات، علشان تقول ان انا فعلا مقدم سيرفيس كويسه، او ان انا مقدم منتج كويس فعلا هو ده اللي بيمثلني. خامس حاجه الموافقه على تسليم المشروع. بالموافقه على تسليم المشروع ده كده انت بتبقى انهيت مرحله الهاند اوفر بتاعتك، وخلاص المرحله دي انتهت وانت استلمت المفروض كل حاجه، ومفروض ان انت تبتدي تاخد مستحقاتك في القصه دي. طيب انا خلاص خلصت عمليه الهاند اوفر، وخلاص بدات ان انا ادخل في عمليه ما بعد التسليم. اول حاجه بتعمل مراجعه لاداء المشروع، تشوف مين كان ماشي المشروع ازاي، تبتدي ان انت تعمل بريفورمانس لكل المشروع، انت كنت كويس في ايه، انت كنت وحش في ايه، التيم بتاعك كان كويس في ايه، المرحلة انهي مرحلة كانت احسن مرحلة. تبتدي ان انت تشوف ان المرحلة بتاعتك دي، تقيم المشروع بتاعك وتشوف ان انت الاداء بتاعك كان عامل ازاي في البروجكت ده. تاني حاجة بتعمل سبورت للمستخدم النهائي بتاعك اللي هو الاوبريشن، بتبتدي ان انت تعمله سبورت عن طريق ان انت بتخلي معاه حد من التيم بتاعك، علشان يقدر ان هو يساعده في اي مشكلة ممكن تواجهه، وان هو يشوف ان ايه المشكلة اللي عنده، او لو حاجه اللي حصلت حاجه طارئه يقدر ان هو يتعامل معاها بالكلام ده. وبتبتدي ان انت بقى في المرحله دي انت تشوف هو محتاج ايه، علشان تبتدي تساعده في الفتره بتاعت الديفكت لايبيليتي بيريد، علشان تقدر ان انت تبقى انت كده خلصت البروجكت بتاعك على اجمل وجه. تمام؟ الخطوه الثالثه بتبتدي ان انت بتشوف المشاكل، وبتبتدي ان انت تصحح المسار لاي مشكله تحصل.
دي برضو جزئية خاصة بدعم المستهلك النهائي. رابع حاجة بتجمع ملاحظات أصحاب المصلحة، في الآخر بتبعت لهم كده حاجة زي كاست، ما عارف انتوا عارفين انتوا الحاجات اللي هي زي بتاعة المبيعات اللي بيقعد يقول لك قول لنا رأينا في الحاجات دي. لازم برضو بيبقى فيه لاترز من الكلاينتس بتاعتك علشان تقول ان انت كنت كويس في ايه وكنت وحش في ايه، عشان تبتدي تعرف اخطائك وتصلحها في البروجكتس الثانيه. طيب ده الكلام ده للبروجكت فور اوفر اول. تمام، انا كدوكيمنت كنترول ايه التاسك بتاعتي في المرحله بتاعت الهاندنج اوفر؟ هيا يا جماعه، انا كدوكيمنت كنترول ايه التاسك بتاعتي هنا؟ تسليم كل شيء ازاي؟ حسب العقد. تمام، اعداد النسخ الورقيه بالظبط كده. السوفت كوبيز، السوفت كوبيز والهارد كوبي وكل حاجه. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنحتاج ان احنا نعمل لها هاندنج اوفر؟ حسب ما ينص عليه العقد. تمام، بس ايه الحاجات اللي احنا بنمثل ان احنا بنقول ان احنا بنسلمها ومتاكدين ان دي بتحصل هاندنج اوفر من الكونسلتنت او من الكونتراكتور، بيحصل لها هاندنج اوفر للكلاينت؟ أثبت صيانة كل مستندات المشروع. تمام، أول حاجة بنعمل لها الهاندينج أوفر، أول حاجة الكيز، المفاتيح، الماستر كيز بتاعة المكان. تمام، تاني حاجة الهيلث أند سيفتي فايلز، كل ما يخص الـ الأمان أو الصحة والسلامة لازم يكون موجود عندهم كوبي منه، علشان يبتدوا إن هم يتعاملوا مع التولز أو الإيكويبمنتس اللي عندهم بطريقه كويسه، الـ HSE بالظبط كده. بعدين المانيوالز بتاعه الاو اند ام، مهم جدا ان المانيوالز دي تكون موجود فيها الوارنتيز، تكون موجود فيها الكاتالوجز، يكون موجود فيها طريقه التشغيل، طريقه الصيانه، حصل التريننج اللي بيدوه للناس اللي بتبقى شغاله على الحاجات دي. تمام، بعد كده البيلدينج لوج بوك، لازم لكل بيلدينج بيبقى له كتاب علشان يقدروا ان هم يتعاملوا معاه، زي البيلدينج يوزر جايد، تقدر ان انت تقول ان البيلدينج ده بيتعامل معاه ازاي، يقدر ان هو يتعامل مع البيلدينج ده بطريقه تمام، يبقى عارف كل مداخله وكل مخارجه وكل حاجه بتخصه، لو مشكله حصلت عنده في اي حاجه بيبقى عارف ان هو يوصل لفين. تمام، في بعد كده التستنج اند كوميشننج، ان هو لازم يبقى عنده ريبورتات بكل التستنج والكوميشننج اللي حصلت في الـ في الـ في الـ في البيلدينج ده او في البروجكت ده، عشان يقدر ان هو يكنترول القصه دي. السيرتيفيكتس اند وارنتيز، طبعا في لازم، مهم جدا جدا في المشاريع ان احنا يكون عندنا وارنتيز للايكويبمنت الموجوده عندنا، عشان لو حصل فيها اي مشكله ابقى انا عارف ان السيرتيفيكت دي جايه امتى، ضمانها فين، مين اللي هيجي يعمل لها صيانه لو حصل فيها مشكله، كل الكلام ده. طبعا من اكتر الحاجات اللي بتزهقنا احنا كدوكيمنت كنترول في القصه دي موضوع الاسبلت دروينج والهيدك اللي بيبقى موجود، اللي انت بتستلم كل فتره البروجكت عندك، بتستلم دروينج من اول المشروع لحد اخره، الدروينج اللي انت بتستلمها في فتره اقل من ربع الفتره دي، تستلم كل الكم ده في وقت واحد علشان تبتدي ان انت تكنترول عليه وتبتدي انت تعمل له هاندنج اوفر للكلاينت. تمام، الايكويبمنت اند تيست سيرتيفيكت دي بالظبط زي الاو ام دي ام كده. اللايسنس بتاع كل اجهزه لازم برضو تبقى موجوده عندنا علشان نقدر نتعامل بيها ونقدر ان احنا نسلمها، ويبقى هو الاوبريشن عارف ان هو يكنترول كل حاجه في البيلدينج بتاعنا. طيب كدوكيمنت كنترول بقى ايه الرول بتاعه بقى هنا في القصه دي؟ ان هو هيسلم كل ما يخص الدوكيمنتس بتاعته لمين؟ للكلاينت. طيب طبعا احنا هنا بنتكلم ان الدوكيمنت كنترول بتاع الكونتراكتور هو اللي بيسلم الحاجات دي للكونسلتنت، والكونسلتنت بيراجعها ويسلمها للكلاينت. تمام، فكلهم بيبقوا ماشيين في نفس البروسيس. فبالنسبه لنا احنا كدوكيمنت كنترول بنستلم الدوكيمنتس، كونتراكت دوكيمنتس شال بي ريفيو ديورينج ذا موبيلايزيشن. في فتره الموبيلايزيشن احنا بيبقى عندنا بناخد الجزئيه بتاعه السبيكس علشان نبتدي ان احنا
نراجعها ونعرف هنسلم الدوكيومنتس امتى، هنسلم كام كوبي، كل كوبيز هتبقى قد ايه، هسلم السوفت قد ايه، الهارد قد ايه، السايز بتاع الدوكيومنتس بتاعتي، كل ده بيبقى موجود في الكونتراكت بتاع البروجكت من اول يوم. تمام، مهم جدا ابقى انا عارف كدوكيومنت كنترول ومذاكر الكلام ده، علشان لما اجي في مرحله التسليم ما اتفاجئش او ما افاجئش الناس اللي حواليا بطلبات هي مش هتبقى موجوده على ارض الواقع. يعني مثلا في بروجكت من ضمن البروجكتس اللي احنا اشتغلنا فيها كان بيقول لك ان احنا موجودين في منطقه نائيه خارج القاهره، فبالتالي مش هنقدر ان احنا نعمل تكعيب للفايلز الموجوده عندنا. دي كانت مشكله بتواجهنا، ان احنا ازاي هنقدر نستلم اسبلت دروينج من غير ما تكون متكعبه او معمول لها بايند او اي حاجه من الحاجات دي. طيب احنا قدرنا نتغلب على ده ازاي؟ بدانا نطلب ان هم يطبعوا الدوكيومنتس دي في الهيد اوفيس عندهم، بعد كده يعملوا لها تغليف، بعدين يجيبوها لنا يسلموها في المكتب. طيب لو حصل فيها اي مشكله بنضطر ان احنا نرجعها تاني الهيد اوفيس علشان دي يعالج المشكله اللي حصلت فيها. فبدانا نشتغل البروسيس بطريقه مختلفه، بدانا نراجع السوفت كوبي الاول، نتاكد ان السوفت كوبي ما فيهوش مشاكل، علشان لما يجي ان هو مطبوع يبقى خلاص كده تمام، مطبوع فيه كل التفاصيل ومش محتاجين ان احنا نغيره تاني. فوارد ان انت تواجهك مشكله زي كده. تمام، فمهم جدا ابقى انا عارف المقدره بتاعت السايت بتاعي شغاله ازاي، ابقى عارف الايكوبمنت اللي ممكن تساعدني في القصه دي ازاي، وابقى مهم جدا ان انا قادر الم بالموضوع دي واكون فليكسبل علشان نقدر ان احنا نقفل المشروع بطريقه صحيحه بس بطريقه سهله. تاني حاجه ان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن كل الدوكيمنتس خلال فتره المشروع لحد ما يسلم الدوكيمنتس او الدروينج دي بطريقه صحيحه لبقيه الناس الموجودين عندنا في الـ للكلاينت. تمام، فهو لو هو مش محافظ على الدوكيمنتس دي من اول البروجكت، فبالتالي هيجي على اخر البروجكت هيلاقي ان الدوكيمنتس عنده ضايع منها حاجات، مش موجوده منها حاجات، في حاجات حصل لها ان هي مش سليمه، كلام من كده. فمهم جدا ان احنا نبقى محافظين على الدوكيمنتس من اول المشروع علشان نقدر ان احنا نسلمها بطريقه صحيحه لحد اخر المشروع. تمام، كنت عاوزه ااكد كمان عن ان كل الكتالوجات، الحاجات اللي احنا بنستلمها من الكونتراكتور عشان نسلمها للكلاينت، حاجات مثلا زي الاوبريشن والمينتنس مانيوال لازم يبقى فيها الوارنتيز، لازم تكون فيها اوريجينال، لازم تبقى مراجع ان الوارنتيز بتاعت الايكويبمنت كلها موجوده، ان الكابلز بتاعت الاو اند ام والكاتالوجز دي الكابلز بتاع عددها مظبوط زي ما هي موجوده في العقد، تسبير العقد احنا مش مغير. لازم تكون الجوده بتاعت الحاجه دي برضو تكون حاجات مقريه، ما ينفعش ان انا استعمل الكاتالوجز بتاعت الاو اند ام تكون مش اوريجينال، مش الوان على الاقل، فلازم يكون عليها الختم بتاع السبلاير، لازم يكون الوارنتي بتاعت السبلاير يكون هو مقدم الاوريجينال وارنتيز بتاعتها عشان نتاكد، لازم تكون الليست بتاعت السبير بارت تكون واضحه وتكون موجوده علشان لو حصل مشكله، لازم يكون هو عمل يكون هو يعني سلم السبير بارت دي بعد ما هي خلاص الليست اتوافق عليها، يكون سلم السبير بارت نفسها اوبريشن علشان يبتدي ان هم يتعامل بيها. فمهم جدا ان احنا نراجع الحاجات دي. الاسبت لازم يكون مطابق جدا للشوب دروينج، ما ينفعش ان هو يغير حاجه في الشوب دروينج، ما ينفعش ان انت تستلم اسبلت على شوب دروينج لسه واخد سي او مش موافق عليه. مهم قوي ان انت تراجع اللوج بتاع الشوب دروينج بتاعك عشان يكون تمام، ما ينفعش ان انت تستلم دوكيومنتس خاصه بالاسبلت على دروينج اصلا طالع مش متوافق عليها. مهم ان انت تبقى متاكد ان الدروينج دي خدت ابروفل في مرحله الشوب دروينج علشان يتوافق عليها في مرحله الاسبلت تبقى تمام. ايه تاني احنا ممكن نكون ناسيينه في التفاصيل بتاعه الدوكيمنت كنترول الخاصه بالهاندينج اوفر؟ احنا كده اتكلمنا عن الاسبلت، ان انت محتاج وانت بتستلم الاسبلت انت تراجع ان الشوب دروينج بتاعتها تكون ابروفد. الاو اند ام في حاجه تانية، الريف بتاع الاسبلت لا اما ان هو ايه فهو ابروف من غير اي كومنتس، لا اما ان هو سي ان هو محتاج ان هو يتعمل له ري سبميت تاني. مفيش حاجه اسمها بي في الاسبلت. تمام، يعني دايما الاسبلت لا اما ايه لا اما سي لا اما ار، اللي هو لا اما متوافق عليه لا اما محتاج ان انت ترجعه تاني، لا اما دي او اللي هي دي او اللي هي ريجكتد. تمام، انما بي دي ابروف از نوتد دي مش موجوده، ان مفيش حاجه اسمها ابروف از نوتد في الاسبلت.
تمام، احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. المرة الجاية هنبتدي topic جديد، محتاجين ان احنا نراجع التوبكس القديمة كويس جدا، دي الريفرنسز اللي احنا استعملناها في الفترة دي، ودي مرحلة الأسئلة. لو حد عنده أي سؤال احنا مع حضرتكم. اتفضل أستاذ محمد سليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكرين طبعا على كل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا، يعني فرق معانا كتير، خصوصا يعني بالنسبه لي انا لسه جديد في المجال. في عندي مشكله واحده في الاسبلت. انا عندي اسبلت تمام. البارك، كان في اتفاق بين الكلاينت واحنا ككونسلتنت والبي ام والكونتراكتور ان مش هيتقدم الاسبلت الارك كلوه، يعني لوحه شوف درون تقدم قدامها اسبلت، لا هيتقدم اماكن كامله على بعضها، ان المشروع اللي انا فيه ابارتمنت واوتيل، فهو اتفق ان هيتقدم ككوره على بعضه، هيتقدم مثلا على جزئين ثلاثه على حسب. طب في الحاله دي انا مش قادر اراجعها بالنسبه للشيف درونج، لكن انا خليت ان الكونتراكتور يخلي فيه كروس ريفرنس يضم لي الار اف ايز او الشيف درونج المعتمد للمكان ده. دلوقتي الكلاينت الكونتراكتور بيتفق معايا على حاجه، ان هو المفروض ان هو خلصنا اعتماد الاسبلت الارك، فانا بطلب منه دلوقتي النسخ اللي هي النهائيه، فبيقول لي ان هيقدمها لي ككلين كوبي كاربع نسخ حسب ما موجود في العقد. تمام. هل الاربع نسخ دي انا هختمها خدمة الرول ابروف، هل لازم انها تتمضي وتتراجع تاني ولا ايه الوضع فيها؟ بص، مبدئيا بس انا عاوزه اوضح حته من حضرتك سالت فيها، بالنسبه لان هو لازم يقدم لك كل لوحه شوب دروينج ليها لوحه اسبلت، فده مش لازم، بس هو لازم يقفل كل شوب دروينج ريفرنس طالع لك، يعني لازم يقدم كل سبميتد قدامه اسبلت، مش لازم تكون بنفس عدد اللوح، مش لازم تكون بنفس الديتيلز، لان انت عندك في الشوب دروينج مثلا بتاعت الاركتكتشر بيبقى فيها ديتيلز كتيره، تمام؟ فمش لازم ان هو يقدم لك كل التفاصيل دي، انه وارد ان هو يحط لك التفاصيل دي في لوحه ماستر مثلا هتبين كل التفاصيل في الاسبلت، تمام؟ فدي كده ده الجزئيه الاول بتاع السؤال. الجزئيه الثانيه بتاعت انت ازاي بتاعت الكلين كوبي، هو كده كده هيبعت لحضرتك لوح ابروفد، انت لازم هتستلم منه اللوح دي، فلازم تتشك ان هي فعلا اللوح دي، حضرتك بتعمل تشيك على الاسبلت اللي هو مقدمه، بتعمل فلتر بكل الحاجات الابروفد ان هو هيقدمها، وبتتشك الدوكيومنتس اللي هو مقدمها لك اجينست مين، اجينست اللوج بتاعك اللي انت شغال عليه، تمام؟ اوكي، يعني على فرض يعني هل ممكن ان انا اخلي الكونتراكتور قبل ما يقدم لي الهارد كوبي يقدم لي السوفت اللي هيتقدم مثلا يعني كليست اوف دروينج، واراجع الارقام دي بالنسبه للمعتمد؟ حضرتك بتراجع اللوج بتاعك انت الشخصي تمام اللي هو بعته، اوكي تمام؟ علشان تمام انت مش هتعتمد على الليست اللي هو بعتها، فرض ان هو نسي حاجه من الليست اللي هو بعتها لك، او هو ما نزلش في الليست بتاعته غير لوح في يعني هو مطلعها، تمام؟ في جزء منه مثلا، طب انت هتعرف من فين؟ تمام؟ تمام انت هيبقى عندك الليست بتاعت الاسبلت دروينج اللي عندك، هتعمل عليها فلتر على كل اللوح الابروفد اللي هي خلاص المفروض دي الفاينل، هو المفروض ما يبقاش عنده اي حاجه ريفايز اند ريسبت لسه باقيه عنده، فبالتالي دول هما اللي انت هتراجعهم اجينست الدروينج اللي هو هيبعتها لك، هي دي المراجعه الصح عشان تبقى متاكد ان هما دول فعلا اللي بيغطوا كل المشروع. تمام في حاجه ثانيه، انا بالنسبه لك يعني في العقد بتاع كونسلتنت في معايا بي ام هو اللي هيتم الكلاينت، بالنسبه للورنتي والسيرتيفيكتس والاو ام كاتالوج، هل انا لازم يكون معايا النسخه الاوريجينال من المقاول لا، ولا؟ هقول لك على حاجه، هو المتعارف عليه ان الشركات السبلايرز اللي بتتعامل مع الكونتراكتورز مش بترضى تدي لهم السيرتيفيكتس او الوارنتيز الاوريجينال من اول مره، هو الاول بياخد موافقه رافلي كده على الـ على الـ على الـ على طبيعه الدوكيومنتس اللي هيقدمها، وبيقدمها صوره وبيحتفظ في بالوارنتي والسبير بارت ليست وكل الحاجات دي مع الاو اند ام لما بيجي يسلمها از فاينل، تمام؟ بتاعت الفاينل طول ما هي اندر ريفيو بيسلمك الكوبي عادي وانت بتتعامل مع الكوبي عادي، اوكي؟ بس في مرحله خلاص ان هو هيسلم لك الدوكيومنتس دي في الفاينل يوز لازم يسلمك كل حاجه اوريجينال، وحضرتك لو حضرتك كونسلتنت فانت بتستلم الاوريجينال من الكونتراكتور بتسلمها للبي ام عشان هو يسلمها
للكلاينت. تمام تمام ماشي تمام حضرتك، ماشي، بالتوفيق. شكرا. أستاذ محمود رمضان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ جزاك الله الحمد خيرا. لله وإياكم إن شاء الله. الله يعزك. طيب أنا بالنسبة للداتا أو الفايل بتاع المشروع بالكامل، لو أنا الكلاينت، عفوا لو أنا الأونر، أنا دلوقتي بيجي لي في الأخير الداتا دهيات من الاستشاري، والمفروض إن أنا بحتفظ بيها عندي في الشركة. تمام. مفيش حضرتك كنت بتشكري من ضمن الكورس ان انا المفروض ان ليها رود معين مثلا للحجز عندي العشر سنين، او بيبقى في قائمه بالملفات اللي انا المفروض استلمها منه، او الحاجات دي بتكون معمول لها بلان. انا ما عنديش الكلام ده خالص، مذكور في عقدي مع الاستشاري. فايه اللي انا ممكن اعمله بحيث ان انا احكم الملفات دي او اعرف ايه؟ مبدئيا احنا كنا بنتكلم على الفتره بتاعه الاركايف او الفتره بتاعه الحفظ للشركات بتاعه الكونسلتنت، مش لحضرتك. فاهم حضرتك حضرتك تماما. انا المفروض بتكلم طول ما البروجكت عندك او طول ما البيلدنج عندك شغال، فحضرتك لازم يكون البيلدنج ده لازم تكون الدوكيومنتس دي موجوده عنده، لان لا قدر الله لو حصلت مشكله بعد 60 سنه في الفاير فايتنج مثلا او في البلومنج او في اي مشكله عندك في الخاصه بالميكانيكال او خاصه بالكهرباء داخل المبنى، فانت محتاج ان انت ترجع للوح الاسبلت الموجوده عندك عشان ترجعها. مهم جدا يبقى عندك سوفت كوبي، بس مهم برضو انت تحتفظ بالهارد كوبي. انا بقول لحضرتك ان ايه البلان اصلا؟ انا ما اعرفش ايه التفاصيل اللي المفروض اخدها من الاستشاري. ما ما بتكونش حضرتك العقد اتكلمنا، العقد ما بين الاستشاري وما بين المقاول مش موضح فيه. ازاي مش موضح؟ لا ايه ده بقى ما بين اللي هو الاستشاري لازم وما يبقى. بيني كأونر، انا ما بقولش المقاول. ثانية واحدة، هو العقد اللي بيبقى موضح ده اللي بيبقى ما بين المقاول وما بين حضرتك او ما بين المقاول، ده تملي العقد اللي احنا بنرجع فيه بتاعت السبيكس والبي او كيوز، تبقى العقد ما بين المقاول وما بين حضرتك. عقدك ما بينه وما بين الاستشاري دي فيز ملهاش علاقة بالحاجات اللي انت هتاخدها. تمام؟ مظبوط. بس هو في الاخير الاستشاري هو المسؤول ان هو يلم الداتا ديت مش انا. تمام، هو الاستشاري مسؤول، بس برضو الاستشاري مش مسؤول، هو مش هو اللي هيكريت الدوكيومنتس دي. الدوكيومنتس دي المقاول هو اللي هيعمل لها كرييشن وهيبعتها له هو يسلمها لحضرتك. تمام، بعد مراجعتها، بعد انا في مراجعتها الاخير ممكن تكون مش بستلمها واضحه من في مين؟ عقد بستلمها من الاستشاري، الاستشاري. دي ممكن تكون مش واضحه في عقد الاستشاري، بس في الاخر هتلاقيها واضحه جدا في عقد المقاول. تمام، راجع فاهم عقد حضرتك. المقاول بتاعك، راجع الهاندنج اوفر بتاع المقاول، وراجع الجزء بتاع السبيكس بتاع المقاول، هتلاقيها موجوده فيه، موجوده فيه باعداد الكابيز بتاعته، بالمين اوريجينال ومين سوفت كوبي، بقد ايه هيتسلم امتى، كل الكلام ده هتلاقيه موجوده في عقد المقاول مش في عقد الاستشاري. تمام، الله المستعان. تمام، ماشي، شكرا بالتوفيق. جزيلا. العفو. في اي اسئله؟ تمام، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه. في assignment المفروض ان احنا هننزله ان شاء الله على الجروب باذن الله، هنتظر منكم قبل يوم السبت ان شاء الله. هو بس النهارده معلش ما كنتش مجهزاه، فباذن الله هجهزه في 2 دايز اللي جايين باذن الله، وهبعته لحضراتكم على الجروب. يا ريت نعمله. وعلى فكره احنا مش ناسيين موضوع الناس اللي بتشارك معانا، لاننا احنا صحيح مش بننزل اسامي الناس اللي بتشارك اللي هي بتبقى ليها اعلى مشاركات معانا اذا كان في اثناء المحاضره او قبل المحاضره، بس احنا محتفظين بالشيت عندنا وهينزل في اخر المحاضرات باذن الله. في سؤال من استاذ سمير، اتفضل يا استاذ سمير. ازيك يا دكتوره؟ معلش انا اسف، كنت محتاج بس اسال حضرتك سؤال. معلش غلطت حضرتك. هو المفروض ان انا دوكيمنت كنترول بس تبع قسم الجوده. تمام، تكنيكال اوفيس. ودلوقتي تمام. بيبقى في عيارات عندي بتيجي تاخد ابروف دازنج، بس على اتفاقي مع مدير القسم بتاعي. معلش ايه اللي بياخد ابروف دازنج؟ طلبات اعمال، عيارات، انسبكشن. تمام،
والمفروض ان هو قال ان هو كل اخر سنه يعني من بدايه المشروع لحد ما المشروع مثلا مدته 3 سنين او 4 سنين نقفل الكومنتات اللي موجوده دي، بس بطريقه وديه مش بطريقه. يعني ايه بطريقه وديه؟ استاذ سمير حضرتك انا مع حضرتك. معلش 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 قولي بس السؤال تاني عشان ما كنتش سامع حضرتك. اتفضل. بقول لحضرتك ان انا بيبقى عندي طلبات اعمال واخده ابروفد از نوتي، تمام، و كاري استاذ سمير. طب معلش الصوت عند حضرتك بيقطع، فهو لو هيقطع معاك احنا ممكن نتناقش في القصه دي على الواتساب. هفتح الجروب، ولو حضرتك كده حضرتك قولي على مشكلتك في على الجروب وهممكن نتناقش فيها. تمام تمام اوكي يا دكتور. هو كده شغال. طب لو الصوت شغال عند حضرتك اتفضل انا معاك. اني يا دكتور اني يا دكتوره ان الطلبات اللي بتاخد ابروف ده ازنوت دي بيتفق عليها طيب ممكن واتساب زي ما حضرتك قلتي. إيه طيب، هو انا دلوقتي اللي فهمته بس من سؤال حضرتك ان انت بيجي لك طلبات اي ار، المفروض ان هي واخده كود ابروف از نوت. تمام. طيب الابروف از نوت دي المدير حضرتك، ده اللي انا فاهماه، مدير حضرتك بيقول ان هو دي لازم تبقى ابروفد بس، ولازم تقفلها بطريقه وديه. هو بس هو انا بس عاوز افهم حضرتك حاجه، ان الابروف از نوت بيعتبر ان هو ابروفد وممكن انت تبروسيد في البروجكت ما فيش مشكله، بس لازم ينفذ الكومنتات دي. فهو مش مضطر ان هو يبعت لك الاي ار تاني علشان ان حضرتك تديله ايه او ان هو ياخد ايه كلير. تمام. اللي مطلوب ان هو يقفلها كويس جدا هي الحاجات اللي واخده سي، اللي واخده ريفايز اند ريسبمنت، دي مهمه جدا ان هي تتقفل. فحضرتك تقدر تكنترول الريفايز اند ريسبمنت، او المهندس يقدر، او الجزء بتاع الناس بتاعه الانجنييرنج عندك تراجع ان الكومنتس دي اتنفذت فعلا في السايت. تمام. هتقدر تعرف كده من الشوب دروينج بعد كده اللي بتطلع، هتقدر تعرف بعد كده من بقيه التسليمات الثانيه. بس البوينت ان هو مفيش حاجه تجبره ان هو يقدم حاجه جات له ابروف از نوتد ان هو يقدمها تاني علشان تاخد ابروف. فاهمني؟ وفي الاخر كل الدوكيومنتس دي، يعني لو هي اي ار فهتلاقي في الاخر الشوب دروينج بتقفلها لك خلاص في التسليم، يعني سوري يعني الازبلت كده خلاص، هي ممكن يقفل لك كل الدوكيومنتس دي زي ما استاذ محمد بيقول. تمام. فبالتالي في دوكيومنتس ثانيه هتقفل لك الدوكيومنت دي في الاخر. الدوكيومنت دي مش نهائيه، هي مجرد ان هي تسليمه في المشروع، ممكن تكون في تسليمه ثانيه هيصلح الكومنتس دي وهيعوض لك الكلام ده، هيصلح الكومنتس بتاعته اللي فيه. تمام. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ طيب أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.